أنا أقول اليوم لما أكو خلاف ما بين النجم الرباعي وهالعرجي، هناك ضعاف الأنفس اللي يريدون حالة اللا استقرار يسوون بعض المشاكل مرة لهذا الطرف ولهذا الطرف. يا أخوان اللعبة أكبر من عندنا، اللعبة لا مصد لها إلا باتفاقنا، إلا بوحدتنا، إلا بتعاضدنا. هذه اللعبة كبيرة أستاذ النجم. أنا ما أعيد هذا الكلام، ترى عدم وجود الكهرباء وعدم وجود الخدمات والفقر في أغنى بلد بالعالم، نعم كان سبب السياسيين بسبب الحكومات، لكن هذا حقيقة هو مقدمات لمشروع كبير حتى يمل الشعب العراقي. حتى شوف هذا الكهرباء والمي وغيره، هذا كله يجي بسنة وبسنتين وثلاثة، لكن البنية التحتية للإنسان العراقي للمجتمع العراقي صعب أن تنعاد. الإنسان العراقي الموجود اليوم مو إنسان العراقي بالسبعينات وبالثمانينات ولا حتى بالتسعينات في زمن الحصار. الإنسان العراقي اليوم تنزل للعراق يقول لك من ما يجيني، خلي يجيني يهودي، خلي يجيني إسرائيلي. وصلنا لحالة الشعب لهذا الصراع، وهذا ما يريد عدونا. لذلك يا أخوان والله لا مجلس النواب يفيدنا ولا الحكومة تفيدنا ولا هذه المحاصصة تفيدنا. اليوم عندنا هم أكبر وأكبر بكبير، لذلك اتفاق هذه القوى اليوم المتخاصمة هم كلهم هم أخواننا وكلهم حقيقة، يعني لا أشكك بنية أحد منها. لكن يا أخوان المشروع كبير وأكبر من عندنا، علينا أن لا نكون أدوات مثل هذه المشاريع، فبالتالي أن نتفق لا بأس. يعني سمحت السيد رات حكومة أغلبية وطنية، خلي نطيف فسحة، خلي نكون معارضة، ليش لازم نشكل نكون جزء من الحكومة؟ خلي نتفق من الأطراف، خلي نكون فد نعم.